السلام عليكم طلاب، بهذا الفيديو راح نشرح مادة التشفير، وراح ناخذ النوع الثامن من انواع التشفير اللي هو البوليغراف سايفر. بهذا النوع راح نسوي مصفوفة حتى نقوم بعملية التشفير. خلينا ناخذ مثال ونشوف شلون تصير عملية التشفير. اول شيء عندي البلين تكست مالتي. البلين تكست هو حيكون كلمة كمبيوتر، زين، وعندي كيورد. الكيورد مهمة هنا، كي عفوا كي وورد، هي حتكون كلمة information. information، كلمة information. هسه راح نسوي المصفوفة مالتي. المصفوفة مالتي دائما قياسها يكون 5 في 5، مصفوفة ثنائية الأبعاد قياسها 5 في 5. خلينا نرسمها. أربعة، واحد، اثنين، أربعة، هاي هي مصفوفة 5 في 5. أول خطوة راح نسويها هو راح نترس المصفوفة هاي بالكيورد، وراح نكمل بترتيب الأبجدية الإنجليزية بدون تكرار. أول شيء راح نلاحظ إنه الأبجدية الإنجليزية هي 26 حرف، والمصفوفة مالتي هي 5 في 5، 25 حرف، لذلك حيكون عندي حرف زائد، فلذلك هي حرف اي وحرف جي راح يكونون بنفس المربع. خلينا نشوف. هسه اول ما ندري ان نجي نسوي كلمه انفورميشن راح نحطها بداخل المصفوفه، فنجي نكتب اي، من نكتب حرف اي نحط خط هيش ونحط حرف الجي وياه مباشره، ونكتب ان اف او ار ام اي تي. الآن من نكتبها لين استعملنا، والأو من نكتبها لين استعملنا، والآن هم من نكتبها لين استعملنا، ونبدي نترس باستعمال الأبجدية الإنجليزية مالتنا. ما نبدي من البي، عفوا من الأي، راح نبدي من البي لأن أنا مستعمل الأي، مثل ما أخذنا نوع من الأنواع اللي هو كان نوع الميكست اللي كتبنا. مثل ما تلاحظون هذا بالفيديو الثاني اخذنا نوع الميكست، كرر كتبنا كلمه انفورميشن وراها كملنا الابجديه الانجليزيه. هسه نفس الشيء راح نكتبه هنا، بس راح نترسها بالمصفوفه. راح نكتب بي سي دي اي، الاف مستعملها اف جي، راح اكتب جي اتش، الاي مستعملي، جي مستعملي، كي ال، الام مستعملي، الام مستعملي، والام مستعملي، فاو بي كيو، الار مستعملي، اي مستعملي، اس تي مستعملي، هي هنا يو بي دبليو اكس واي زد. هاي اول خطوه بخطوات الحل مالتنا، انه نسوي مصفوفه 5 في 5 ونحط كلمه انفورميشن اللي هي الكيورد اللي عندي بداخل المصفوفه، نترس المصفوفه سطر سطر، طبعا صف صف نترسها بدون تكرار، والاي والجي حيكونون بنفس المكان. ثاني خطوه راح ناخذ البلين تكست مالتنا اللي هو كلمه كمبيوتر، ونقطعها الى مقاطع مكونه من حرفين. يعني حنجيب نسوي سي او ام بي يو تي اي ار. قطعنا البلين تكست مالتنا الى مقاطع مكونه من حرفين، ولما قطعناها راح نطبق القوانين اللي عندنا. اول قانون عندنا ايش يقول؟ يقول في عمليه التشفير اذا كان الحرفان في نفس السطر، يعني في نفس الصف، ناخذ الحرفان الذين يكون على جهه اليمين للحرفين. يعني مثلا لنفرض نشفر الان والاف، بما انهما بنفس الصف فهناخذ اليمين مالتهم، اللي الاف اليمين مالته هو او، والان اليمين مالته هو اف. هاي اول حاله. اما اذا اردنا نفك الشفره فناخذ الحرفين اللي على اليسار، اي يعني اذا اردنا نفك الشفره مع الحرف الان والاف راح ناخذ الان، الحرف الان اليسار مالته هو يا اما اي او جي، وحرف الاف اليسار مالته اللي هو حرف الان. زين، اذا كان الحرفان في نفس العمود في نفس الكولوم، ناخذ الحرفان الذي يكونان اعلى الحرف. يعني مثلا اريد اشفر الجي والكيو، جاني زوج شلون ذني جي وكيو، فالجي التشفير مالته حيكون تي، والكيو حيكون مالته التشفير الاعلى من عنده اللي هو جي. زين، بفك الشفره ناخذ الحرفين اللي يكونان الى الاسفل. اما اذا كان حرفين في صف وعمود مختلف، ناخذ الحرفان الذي يكونان مربع مع الحرفين الاصليين. هاي هسه نشوف شلونها.
اما اذا كان هاي هسه اشرح لكم اياها النقطه الثالثه. النقطه الرابعه تقول ان تقطيع البلين الى مقاطع مكونه من حرفين وكان الحرفين متشابهان، يعني اذا قطعناها مثل ما قطعنا كلمه كمبيوتر واجاني حرفين متشابهين نحط بيناتهم حرف اكس. خلينا نجي ونشوف هسه حسب من القواعد اللي قلناها شلون حصل عمليه التشفير. راح نكتب هنا، هنا هكتب لي جوا السايفر، حيكون عندي الناتج السايفر مالتي. اول زوج عندي هما السي والاو، خلينا نجي نشوف. هاي حرف السي وهذا حرف الاو، كل واحد بهم بصف وعمود مختلف. اذا نكمل المربع مالتهم، شلون نكمل المربع؟ يعني هاي سي وهاي او، شلون نكمل المربع؟ ناخذ هيج نكمل المربع حتى يصير مربع كامل مثل ما هاي صار مربع كامل هنا. اذا الحرفين هما بي وار، زين. فاذا هاي هي حيكون الناتج، فاول تشفير عندي هم بي وار. هسه الام والبي، هاي حرف الام وهذا حرف البي، هذا حرف الام وهذا حرف البي. اذا راح اهمين كل واحد بهم مصف وعمود مختلف، همين راح اسوي المربع، فنسوي هذا مربع هيك حسب مستطيل من مربع بس ماكو شيء، يعني نفس الفكره صار هيجي. منو راح ناخذ؟ راح ناخذ اللي بصفهم اللي هو هذا وهاي، اللي هي بهالحاله حتكون عندي الاي والال. هاي هي الطريقه، حناخذ هاي وهاي هيجي، زين. نشوف بعد من عندي اليو والتي، حرف يو هيانا وحرف التي هيانا، هم نسوي مربع بيناتهم. هذا حرف التي اجى هيجي اهل هنا، وهاي هي هنا صارت هيج. وحناخذ الحروف اللي على الاطراف، حتكون الحروف على اطراف المربع اللي هو هنا عندي، يعني بهالحاله الكيو والسي مرت الاخ، ناخذ كيو سي. وعندي الاي والار، اي هذا حرف الاي وحرف الار، حرف الار هذا هو حرف الار، هذا حرف الاي وهذا هو حرف الار، هم نسوي مربع بينهم. حرف الاي حيصعد يوصل لهنا، وحرف الار راح ينزل يجي لهنا. من الاحرف اللي على اطراف هذا المربع اللي هم الان والكي، فناخذ الكي ويا الان. طبعا ما اجتني اي زوج مرتب، يعني الحرفين يكونون واحد نص بنفس الثاني، فلذلك ما شوفتكم انه شلون ناخذ على اليمين. خلينا ناخذ مثلا مثال لاخ، عندي بلين، حناخذ مثال من نفس الكيورد، بس البلين مالتي حيختلف، حيكون البلين مالتي كلمة فورم. كلمة فورم حنقطعها الى اف او وار ام مثل ما سوينا قبل شوية، قطعناها الى مقاطع مكونة من حرفين. الاف او هاي هي اف وهاي هي او، اذا اردت اشفرهم راح اخذ الحروف، بما انهم بنفس الصف راح اخذ الحرف اللي راح يكون على اليمين، اي يعني الاو حيكون من اليمنى مالته ار ار، وحرف الاف من اليمين مالته هو او. والار والام هاي هذا هو الار وهذا هو الام، همين اسويهم مستطيل او مربع يعني، واخذ الحروف على الاطراف اللي هم السي، اي اما هنا من نختار الاي او الجي، يا اما نختار اي يا اما نختار جي. هسه السي الار حيصير سي، والام راح تكون يا اما اي يا اما جي، فنكتب مثلا اي. هاي هي الطريقة البولي الفابيتك سايفر، طريقة سهلة وبسيطة ما بها شيء، فقط نرسم المصفوفة ونتبع القوانين. إذا كانوا بنفس الصف ناخذ على اليمنى، إذا كانوا بنفس العمود ناخذ الأعلى، إذا كانوا كل واحد بصف وعمود مختلف نسوي مربع وناخذ الحروف اللي راح تكون على الأطراف. هنا ينتهي هذا الفيديو، وأتمنى استفادتم من عنده.